السلام عليكم ورحمة الله. اليوم السبت 29 من رمضان المبارك، ونحن نودع هذا الشهر الكريم. ما هي الأصناف التي ذكرها الله في القرآن الكريم والتي قال عنها: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ تابعونا لتعرفوا الإجابة. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية سنجيب عن سؤال الحلقة السابقة والذي كان: ما هي الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في سورة الكهف؟ والجواب إخوتي الكرام كما قال العلماء إذ عمموا فقالوا: إن الباقيات الصالحات هي كل الأعمال التي ترضي الله تعالى، وخصصوا بذلك وقالوا وأجمع أغلبهم على أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن إلى موضوع حلقتنا. كثيرة هي الآيات التي ختمها الله تعالى في كتابه العظيم بقوله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآيات حددت أصناف من الناس استحقت هذه البشرى من الله، واستحقت هذا الأمن وهذه الطمأنينة من الله، فبشرهم بأنه لن ينالهم لا خوف ولا حزن في الدنيا والآخرة بإذنه تعالى. وسنقف عند 10 آيات وردت فيها هذه العبارة، هذه البشرى العظيمة. ولكن ما هي الأعمال التي تحددها هذه الآيات العشر؟ وأول عمل هو الهداية. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعمل الثاني هو الإحسان والإسلام. يقول الله تعالى في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل الثالث فهو الإنفاق والتصدق، وأيضا جاء في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل الرابع، العمل العظيم، فهو الجهاد والشهادة في سبيل الله. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل الخامس فهو الإيمان بالله. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل السادس فهو التقوى. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل السابع فهو الاستقامة. يقول الله في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل الثامن فهو الولاية لله تعالى. يقول الله تعالى في سورة يونس عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العمل التاسع فهو الإيمان والعمل الصالح. يقول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النقطة العاشرة فمن الأصناف التي شملها الله تعالى بهذه العبارة كل الأمم السابقة التي امتثلت لشرعه ومنهاجه ودينه. يقول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو كتاب الله، وهذا هو وعد الله، وهذه هي بشرى الله.
اللهم اجعلنا من جملة عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اشملنا بهذه البشرى. والآن إلى سؤال هذه الحلقة، ما هي الآية الأكثر تكراراً في القرآن الكريم؟ أتمنى لكم الصحة والعافية ودوام الهمة ودوام النشاط، لندخل جميعاً في زمرة الذين قال عنهم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دمتم برعاية الله وحفظه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.